بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يمعطى ولا يمأخذ. الأخ عبد المجيد بمشيئة الله توفى، الله يرحمه، الله يوصلنا ليه مسلمين. نتمنى النية ديال الحج اللي كان ناوي إن شاء الله تكون في الميزان الحسنات ديالو، وتكون السبب ديال الدخول ديالو للجنة. فعبد المجيد الظلمي كما كيعرف الجميع هو رجاوي، ولكن هو ديال المغرب كامل، فاحنا ودادي ولعبت في الوداد، ولكن كنا كنحبوا كاملين للتواضع ديالو، الموهبه الكرويه ديالو، فالله يرحمه والله يوصلنا ليه مسلمين. المرحوم عبد المجيد الظلمي كان صديق تاع الكره، يعني انا كنت في نجم الشباب وهو كان في الراجه، فمن حيث باش نهضر لك على الظلمي، لعاب اللي ضحى عطى الكثير ياك، لان صبر، لان ما كاينش يلعب اللي عطى قد الظلمي. من ناحيه الاخلاق ديالو كان عبد المجيد الظلمي ما كيهضرش معنا حتى ملي كنكونوا في لوطيل، يعني ما هو تبغي يهضر ما كيتكلمش، عنده واحد ما كيهضرش، هو ما كيتكلمش، ديما ساكت، ديما ساكت، ما يعطيكش المميزات ديالو، المميزات ما يقول لك، ما كيحييك ما كيقتلك والو. جمعية صدقة ورياضة كينتمي لها المرحوم عبد المجيد الظلمي. واش نقول لك، قالوا الناس قبل مني بزاف الله يرحمه، وفرحنا اللي مشى بعدا، مشى بنية الحج، مشى حاج الله يغفر ليه، ونطلبوا الله الخير لوليداتو، وحنا معاه في أي حاجة بغاها، حنا مع وليداتو الله يرحمه في هذا النهار. هذا الشيء نقدر نقول لك. مشى اليوم ضعنا في رياضي كبير، والكرة المغربية ضعت بزاف الله يرحمه. الشهادة في المرحوم الفقيه الحاج عبد المجيد الظلمي، بأنه كان إنسان مخلاق طيب، ما عمرك تسمع منه شي حاجة، ما عمره يهضر في شي إنسان، عز عليه النشاط الضحك الله يرحمه ويوسع عليه. كان عز عنده واحد السي عبد الرزاق مكوى الله يرحمه، راه وصل عنده اليوم حتى هو، كان عزيز عليه، فوق ما يريح يجبد السي عبد الرزاق مكوى الله يرحمه. والسي عبد المجيد الظلمي غني على التعريف وبالمسمى المسترو ديالنا، راه حنا فقدناه الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار، والله يجي على مسترته محبة ستر لوليداتو الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار. راه كان ناوي غادي يحج وصيفطو صاحب الجلالة، راه حج، كان تيجمع فريقات ديالو في باسبور ديالو في هذاك الشيء، راه حج بحال اللي حج بحال اللي أدى الفريضة الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار.